كل ما ترونه اليوم أمامكم من خدمات متميزة هي بدعم مباشر وسخي من القيادة الرشيدة. اليوم هذه المخيمات التي جهزت بأعلى المعايير ووفرت فيها أجهزة التكييف التي راعينا أن تكون نسبة التكييف فيها 150%، وبالإضافة إلى الأسرة الكراسي التي تتحرك وتتحول إلى أسرة، بالإضافة إلى كل وسائل الرفاهية الموجودة في هذه المخيمات، نوجه الشكر إلى قيادتنا الرشيدة التي أوصتنا بأن نجعل كل حاج سعيد. فهذه الإمكانيات وهذه الوسائل وهذه الأدوات التي وفرتها القيادة أبقت علينا المسؤولية عظيمة في إسعاد الحجاج. الحمد لله بجهود اللجان وفرق العمل المختلفة الذي نراه اليوم في هذه المخيمات يسر ويفرح، وإن شاء الله سنحقق لكل حاج التيسير والسهولة والسعادة.